أن لك على
أولا في إيمانه، في إيمانك يراك ولا ترى، متسلط عليك في كل وقت، يأتيك من كل جهة وأنت لا ترى، وليس له مهمة إلا هذا الإيمان الذي عندك. يعمل ليل نهار بكل الوسائل وست الطرق ليذهب عنك هذا الإيمان، لا هم له إلا هذا. كما ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن وحال هذا العدو في قوله جل في علاه عن الشيطان أعاذنا الله عز وجل منه، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه قالها متى؟ متى قالها الشيطان؟ قالها قديما، قالها قديما لما حصلت منه الغواية، قال رب بما أغويتني، حين ذاك قال هذه الكلمة، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ظنه في الناس أنهم يكونوا في ذلك، ولهذا قال الله في سورة سبع ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا قليلا من المؤمنين. أقولها بعبارة يعني دارجة ربما يكون لها يعني شيء من الواقع في فهم المعنى. أقول أكثر الناس ما خيروا ظن إبليس فيه، أكثر الناس ما خيروا ظن إبليس فيه، ظن في أكثر الناس أن يكونوا أتباعه، هذا الظن الذي ظنه